الموضوع المرتبط بالسيد حميد بعلي رحمة الله عليه الذي توفي في بسبب يعني في جبل بويبلان. أولا لابد هنا من تنويه بداية، لأنه كانت واحد الحركية ديال التطوع والمتطوعين مع الناس ديال الوقاية المدنية. وعلاش التنويه؟ لأنه كانت ظروف ثلجية صعبة. السيد وزير الداخلية أمس في اللجنة ديال الداخلية بمجلس النواب قدم معطيات تهم أنه المروحية ديال الدرك وجدت صعوبة كبيرة في التحليق بسبب الظروف المناخية. دارت عملية مسح من طرف الدرك في بعض المناطق، ولكن العملية للأسف ما نجحتش. وهادشي علاش أنا أكدت على القضية ديال التنويه بالدور ديال المتطوعين والدور حتى الشباب، لأنه بعض المرات يكون واحد الشاب في المنصات الاجتماعية وكيلقى راسو إزاء حالة وكيطلق واحد النداء ديال الصياغات، راه هذا واحد الشيء البعض كيعتبره مسألة بسيطة، في حين أنه أحيانا كيكون عنده دور في إنقاذ روح البرنامج الآن اللي كنشتغل. هذه الحالة بالضبط، وهذا هو الإفادة اللي قدمها السيد وزير الداخلية أمس في البرلمان بدقة، أنه كان مجهود. وفيما يتعلق بالإشكالية ككل واللي كتشمل مناطق متعددة ماشي فقط الجبل ديال بويبلان، لخدينا بوميا ولخدينا في ميدلت في أزيلال في عدفتين غير في واحد العدد، كاين واحد المجال معروف. البرنامج الآن أولا كاين عمل على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ديال فتح الطرق، وهنالك خط أخضر اللي كيشتغل في هذا المجال وكيوقع تنسيق مع مصالح خط هاتفي مع المصالح ديال السلطات الترابية من أجل حل المشاكل المرتبطة بفك العزلة. هذا المجهود الأول. المجهود الثاني كاين العمل المرتبط بوزارة الصحة مع المصالح ديال الدرك في العملية ديال النقل، ويمكن لكم ترجعوا الوسائل ديال الإعلام ديال العمليات الإنقاذ اللي تمات، الأستاذات الأساتذة العدد من، وهنا ضروري فاش توقع شي حالة يوقع الإبلاغ، لأنه كاين برنامج وطني للمكافحة ديال الآثار الناجمة على سقوط الثلوج. وزارة التجهيز عندها مسؤولية ديالها، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وعدد من المصالح ديال الدرك باش تكون تعبئة، لأنه لا يمكن أن نتخلى على أي مغربي في أي منطقة كيف ما كانت. قلت بالنسبة للسيد رئيس الحكومة الأسبوع الماضي أعلن عن تفعيل ديال هذا البرنامج. في نهاية أكتوبر وزارة التجهيز عقدت الاجتماع ديالها على المستوى مركزي وطلقات العملية ديال التنفيذ. نفس الأمر على مستوى وزارة الداخلية صالح الدرك الملكي والوقاية المدنية وأيضا وزارة الصحة. تعبئة ديال المروحية ترى في واحد الفترة 14 المروحية تمت تعبئتها في السنة الماضية في عمليات إنقاذ متفاوتة، وماشي بالضرورة عمليات الإنقاذ كتنجح. راه واحد العملية ديال الإنقاذ رغم أنه تستعملت المروحية فيها ما نجحتش، شكون اللي نجحها في نهاية المطاف؟ الوقاية المدنية على الأرض، والحالات هنا متباينة. ولهذا أنا كنشدد على المبدأ ديال التبليغ، وهذه نداء للجميع باش يكون التبليغ يكون الإخبار باش توقع التعبئة باش ما تكررش عندنا شي حالة وفاة. المبدأ ديالنا هو ألا يقع التخلي عن أي مغربي في أي ظرف كيفما كان، احنا هنا مجندين لذلك، والسيد رئيس الحكومة راه كاينه تعليمات واضحة في هذا المجال لإنجاح هاد الأمر. وزارة التجهيز راه قدمت في البرلمان لائحة ديال الطرق والعمليات ديال التدخل اللي تمات، وراه كاينه دابا آلية قائمة على هذا المستوى. وكنشكرك على شرحتي هذا السؤال، لأن هذه فرصة باش نأكد على هذه المسألة ديال التبليغ فاش وقع حالة، تبليغ في الحين بأنه راه كاينه حالة، كاين مشكل، كاينه قضية، باش المجهود يتبدل للمعالجة.